ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. سيد أحمد، بعد التحية، عادت مباحثات التهدئة إلى القاهرة، مصر بذلت جهودا كبيرة للدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة، كيف ترى الدور المصري المستمر في المفاوضات الجارية وتحديدا ما يدور في القاهرة اليوم؟ في الواقع أن المباحثات التي تجري في القاهرة اليوم تأتي في سياق الدور المصري وفقه الأولويات لدى الدولة المصرية والرئيس السيسي على مستويين، على المستوى الإنساني في تخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، وكما رأينا إن إسقاط جوي أمس من القوات المسلحة للمساعدات، وإضافة طبعا إلى المساعدات البرية عبر معبر رفح، وذلك لتخفيف الكاهل للمعاناة في ظل ظروف صعبة يواجهونها. المسار الثاني وبالتزامن وبالتوازي وهو المسار السياسي لوقف إطلاق النار، لأن الوقت من دم ومصر لديها أولوية في وقف نزيف الدم الفلسطيني، حيث يقع ويسقط عشرات الشهداء كل يوم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وبالتالي سعت مصر جهودا حثيثة رغم التحديات ورغم الصعوبات ورغم التعنت الإسرائيلي، إلا أنها صارت في جهدها بالتعاون مع الشركاء قطر وأمريكا للعمل على الوصول إلى صفقة وهدنة إنسانية طويلة قبل شهر رمضان الكريم، وقامت مصر بدفع الطرفين نحو أرضية مشتركة لتحقيق الحد الأدنى من مطالبهما بما يدفع إلى الأمام والخروج من حالة الاستبداد السياسي. وأنا في اعتقادي أن الهدف الاستراتيجي لمصر هو أن تكون هذه الهدنة الإنسانية لإدخال المساعدات وقف الفلسطيني، وأن تكون أيضا مرحلة انتقالية لوقف دائم لإطلاق النار. وبالتالي كل المؤشرات تقول أن هناك جهود مصرية، أن هناك يعني تجاوب ربما من أطراف الأزمة بشكل مباشر، وأن بدت بعض القضايا العالقة وهناك الرد والرد الآخر. وأنا في اعتقادي أن الخلاف حول يعني بعض القضايا التفصيلية مثل المتعلقة بإسرائيل تطالب بأسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم، وحماس تطالب بضمانات لوقف إطلاق النار، هناك أيضا فيما يتعلق بعدد المساعدات، أيضا فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، يعني هناك الآن صيغة 1 إلى 10، وبالتالي هي قضايا تفصيلية، لكن هناك الآن حالة من الزخم التي يعني تفضي إلى أن هناك ربما نشهد صفقة في الأيام المقبلة، خاصة القاهرة تبذل كل جهدها بالتعاون مع الشركاء، وهناك الآن رغبة أمريكية وحماس أيضا. نعم. هناك أيضا تنسيق مع الجانب القطري، وأنا في اعتقادي أن الظروف شهر رمضان وكلها تضغط على الجانبين للوصول إلى هذه الصفقة في خلال الأيام المقبلة. نعم، ولكن بصفة عامة مصر من ضمن ما تؤكد عليه دائما تؤكد على أهمية التوصل لحل عادل للقضية بيحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، من وجهة نظرك كيف يمكن تحقيق ذلك؟ في الواقع أن هذا بيسمى الاستراتيجية المصرية فكرة المسارات المتوازية والمتكاملة، يعني المسار الإنساني في إدخال المساعدات وتخفيف معاناة، المسار الأمني في وقف إطلاق النار عدم توسع الصراع الإقليمي، المسار السياسي هو شقين، أولا رفض التهجير القسري وإجهاضي وباعتباره تصفية الدولة الفلسطينية، وأيضا في الشق السياسي العمل على حل جذري لهذا الصراع، لأن ما حدث كما ترى مصر هو عرض لمرض، وأن استمرار الاحتلال وغياب أفق للتسوية السياسية بيقود إلى مزيد من دوامات العنف والذي يدفع ثمنها الأبرياء والمدنيين، ولذلك طرحت مصر الآن القضية الفلسطينية في قلب اهتمام المجتمع الدولي الكل له قناعة حتى الجانب الامريكي والغربي بوجود دوله فلسطينيه بحل سياسي شامل، لان هو الحل الجذري. اما الان مصر في اولويه قصوى لوقف اطلاق النار، وقف نزيف الدم الفلسطيني، والعمل على ادخال المساعدات الانسانيه لتخفيف العبء عن الاشقاء في قطاع غزه. نعم، الاستاذ احمد سيد احمد خبير العلاقات الدوليه بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك.